وسط فخر للأهل، تكريم 200 طالب وطالبة من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء المهندسين في دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. المتفوقون هم صناع المستقبل وهم رجاله وهم الأمل لكل مجتمع لازدهاره وتطوره، لذلك نجد واجبا علينا أن نكرمهم، لأن في تكريمهم تشجيع وتحفيز على الجد والاجتهاد والنجاح والتحصيل العلمي لما فيه خير الوطن. طبعا هذه المبادرة تقوم بها نقابة المهندسين وهي تقليد سنوي، الغاية منها هو تشجيع هؤلاء الطلاب على المضي قدما في التفوق وتحفيز الطلاب الآخرين لكي يحزوا حزوهم. أوسمة تكريم للمتفوقين، والتحفيز هنا عنوان. هذا التكريم هو دافع لنا لحتى نتقدم أكثر، لحتى ننجز نحن أكثر كطلاب. نحن هون لازم نحن نبني وطننا بنجاحنا وعلاماتنا الممتازة. التكريم اليوم بيعني لي كثير صراحة، لأنه هاد تعبي وأنا تعبت لحتى وصلت لهون، وهلا أنا عم بحصد للمجهود يلي بذلته خلال السنة. هذا التكريم، تكريم نقابة المهندسين لنا، بيعني لي كثير وبيعطيني حافز كتير كبير لإلي لأني ضل أتفوق لقدام بكل المجالات، حتى لبعد والدراسات العليا وبالفرع الجامعي اللي أنا اخترته كمان. والله يعني هو دعم معنوي صراحة، يعني دافع تحفيز مشان نحن ندوم نجتهد ونجيب معدلات أعلى. إنه هو فخر لإلنا وحافظ لحتى نكمل ونرجع نجيب نفس التفوق ونحصل على نفس العلامات وأعلى بالبكالوريا. تقليد دوري سنوي لفرع نقابة المهندسين في اللاذقية لتكريم المتفوقين من أبناء المهندسين في مختلف الشهادات، تشجيعاً للعطاء والمثابرة والنجاح.